وجب الشكر للدكتور محمد ابراهيم على هذه الورقه القيمه جدا جدا جدا، وهذا العرض من قيمه وقامه تعليميه، وقد اثار حضرته نقطه مهمه جدا بالنسبه لنا احنا كعالم عربي وربما عندنا في مصر. يعني اولا يعني اسمح لي ان اشكره واشكر يعني الشعب الفلسطيني حياكم الله. فعلا، يعني لازم الله نشكر يجزاك الشعب خير يا دكتور. الفلسطيني والله، فلسطين الحبيبه، انهم في ظل هذه الظروف وهذه القيود هم يتجهون الى التعليم الالكتروني، وانا احضر مثلا لبعض المنصات تبث من فلسطين الله الحبيبه. يجزاك خير يا دكتور. الله الله يجزاك يخليك خير يا يا فندم. دكتور. وحضرتك اثرت نقطه مهمه جدا، هذه النقطه هي الانترنت، دعم الانترنت. انا اعتقد ان علينا نعم. ان في هذا المؤتمر ان نوصي بتوصيه بان يكون الانترنت مجاني للمنصات التعليميه من اجل التعليم. ليس كل اسره أحسنت دكتور. لديها ما يفيض لكي تتجه بابنائها الى التعليم الالكتروني، وخصوصا ان احنا نحن نعلم ان يعني انا اتكلم عني في مصر مثلا، الانترنت على طول خلصان خلصان، بيخلص. يعني وارجو فعلا ان تكون توصيه مهمه جدا 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 للحكومات العربيه والمنصات التعليميه العربيه ان يكون هناك وسيله لبث المنصات التعليميه مجانا 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 من اجل انشاء طفل عربي متعلم الكتروني. شكرا يا فندم. نعم، جزيرة بالاهتمام، بارك الله فيك دكتور، يعني ملاحظة فعلا رائعة. ننتقل الآن للدكتورة رحمة، ما شاء الله رافع ايدها، فلتتفضل. مشكورة. الله يسعد مساكم، وأنا بشكر الجميع على كل شيء بذلوه في نجاح هذا المؤتمر. بحب قبل الأستاذ عفيفة يعني بدي أحكي بعض الملاحظات. أول ملاحظة هي الأستاذ زكي، أنا مش مع الأستاذ زكي إما أن يكون أو لا يكون، لأن التعليم هو جزء من التنمية المستدامة، فأنا مع تدريب المعلم. فبعتقد المقولة اللي حكاها هي قاسية شوي مع المعلم، فأنا مع تدريب المعلم تحت شعار احذف أضف طور، هي ثلاث كلمات علمنا إياها الدكتور إبراهيم الفقي رائد في التنمية البشرية والتنمية المستدامة. إذا في أي نقاط ضعف عند المعلم بدنا نحذف هاي النقاط الضعف، بدنا نطور معلمينا حتى يصبحوا بمستوى المدربين، ثم نضيف لهم مهارات هذا القرن 21. ما شاء الله كلمته مدرب. روح ودي لماما، ودي لماما، ولا شوف لماما اجري. لا ودي لماما مروه. نبرة صوته رائعة، كلماته واضحة، واثق من نفسه، واثق من رسالته، فأنا عجبني يعني بقدر أقيمه، هو كان رقم واحد اليوم في اليوم الأول التدريبي. بالنسبة لباقي اللي قدموا الورقات، بنصح بعدم قراءة الورقة، يجب أن نكون هاضمين المادة اللي بدنا نقدمها وما نقدمها على شكل قراءة، وخاصة أن الكل مدربين، المدرب لا يقرأ. بنصح بكلمة، يعني إحنا عطينا محمد السيد قال صفات المعلم الرقمي وصفات المدرب الرقمي، يجب أن يكون عندنا معرفة ما الفرق بين المعلم وبين المدرب، ما الفرق بين التعليم والتدريب. إذا رفعنا مستوى التعليم أصبح لمعرفة لمستوى التدريب له زيادة معلومات ومعرفة وتغيير اتجاهات وقناعات واكساب مهارات وخبرات وتنمية قدرات ورفع كفاءة. العملية التعليمية ما زالت مملة، لكن إذا دخلنا فيها التدريب ومهارات التفكير أصبحت تدخل في اكساب المهارات والخبرات وتنمية القدرات ورفع الكفاءة. بنصح أستاذ محمد إبراهيم نبدأ دائما بالسلبيات وننهي بالإيجابيات، لأنه العقل البشري دائما بيختم على آخر مقولة، فبنصح دائما الإخوة نبدأ بالسلبي وننهي بالإيجابي. وحاب أحكي لكم يعني أحلى خبر بالنسبة للتعليم،
الآن في شركة عالمية عملت براءة اختراع، وهذه الشركة اسمها هذه الشركة Success Factory، عملت براءة اختراع راح تخدم التعليم المستقبلي في التعليم الرقمي. عملوا نظارة، هذه النظارة افتراضية بلبسها الطالب وبيدخل على القاعة، المعلم بيشرح والطالب بيكون موجود ضمن الصف متفاعل مع الطلاب بواسطة هذه النظارة بهذا العالم الجديد، العالم الافتراضي. فحيكون هناك كتير تطوير في التعليم إن شاء الله والتدريب القادم بإذن الله. وشكراً وأنا أسف على الإطالة. شكراً، مداخلة رائعة من الدكتورة رحمة، ملاحظات طبعاً جديرة بالاهتمام وإضافات جيدة. ما بعرف إذا في الدكتورة عفيفة، يعني إحنا تأخرنا يعني كثير، معلش إذا حابة دكتورة عفيفة تتفضل تتحدث تعلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. بارك الله بكم جميعا، مجهود رائع ومبارك وموفق على ما قدمتم من أوراق رائعة وثرية، وتحتاج منا إلى أن نقف عندها ونعمل بالتوصيات التي تحدثتم بها. نشكر الأخ زكي والدكتور نعيم والمقيمين والمشاركين بالأوراق العمل، بارك الله بجهودكم ورفع قدركم إن شاء الله. ونجمل بعض التوصيات التي تحدثتم بها، نعمل مشارك إلى بس الأخ أستاذ زكي وقف لنا الشاشة عندك بعينك الله. الشاشة